عادل الألف مبروك، زي ما قال الكابتن أسامة والكابتن شريف، مكسب تاريخي للنادي الأهلي. والله أنا دائما ببقى طمعان في الأكتر، يعني أنا كنت أتمنى أن بس هو النادي الأهلي أشفق على الهلال السعودي في الشوط الثاني. والله شوف، أنا عايز أقول لك حاجة، كان النهاردة كان اتعمل رقم أعلى من كده وتاريخ أكتر من كده، ولكن مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لنادي الهلال رغم الهزيمة. فهو طبعا فريق كبير برضه، طبعا نادي كبير دي طبعًا. حقيقة ولكن النادي الأهلي لما بيصمم على حاجة بيوصل لها. النادي الأهلي عنده فلسفة كده، أو نقدر نقول ثقافة طول العمر، صغير كبير بيكتسبها. إيه هي؟ إنك أنت بطل حتى لو بتلعب مين، أي فرقة في العالم بتلعبها. كتير قوي الواحد لما بيفكر، لما بتلعب في كأس العالم كنت بتحلم إنك تكسب بايرن ميونخ، وبتحلم إنك أنت تكسب تشيلسي، وبتحلم ونازل تلعب على كده. دي ثقافة خدناها وتعلمناها وعشناها وشفناها. الأهلي بمن حضر، الأهلي بمشاكله اللي هي حصل قبل كأس العالم للأندية. أنا سعيد جدا لحاجة مهمة قوي يا كابتن أيمن بالبرونزية دي. الراجل اللي كان ماسك اللجنة المؤقتة لما خضر النادي الأهلي وقال لك النادي الاهلي يلعب بكامل اللعيبه، يلعب بكامل الناس دي. الرد بتاع النادي الاهلي النهارده ده اكبر رد عليه، يقول له ما تلعبش مع نادي زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشرفك وبيشرف اي حد في مصر. النادي الاهلي صانع البسمه في مصر دي. صحيح. حقيقه يعني. صحيح. لما بنتعب قوي بنروح للنادي الاهلي ينجحك. النادي الاهلي هو اللي معلي اسمك. انا بكلمك بجد، هو منتخب مصر طبعا منتخب الاول، عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا لا، منتخب مصر الاول والاخر قبل الاهلي والانديه. ولكن يوم لما انت بتكون عندك حته من اللي عاوز اقول لك، النادي الاهلي بياخدك للفرح. صحيح. هو سفير السعاده بالنسبه. مظبوط. دي حقيقه، سفير السعاده. سفير السعاده دي بعديها على طول ولا عزاء الحاقدين. والله تيجي على طول. والله بص يا كابتن، وتيجي وصاحب البهجه. طبعا. لا يعني انا رايي الكبير ما يلتفتش على الصغير. ليه؟ لانك انت لو التفت هياخدك الناس دي هتاخدك لحته وحشه. والله النجاحنا ان احنا ما بنبصش، احنا عاملين زي العدائين. ايوه بنبص قدام، لو بصيت ورا. ولكن ربنا يهديهم. واقول لهم حاجه مهمه قوي، بدل ما تاخدونا كأعداء تعلموا مننا كمعلمين. بالظبط. أنا مش بهزر، تعلموا مننا. والله ما فيش مانع إنك تتعلم مني وأتعلم منك. الدنيا طول ما أنت أصل يا كابتن، أنا عايز أقول لك حاجة، أنت بتشكك في قدرات مين؟ طول ما أنت عايش هتتعلم. لما تلاقي حاجة ناجحة حلوة امشي وراها. صحيح. اتعلم منها. مظبوط. بدل ما تنتقدها. بص، هما فاكرين إن النادي الأهلي عشان عالي هيشدوه لمكانهم، يبقى معاهم. ايوه. بدل ما هم ينطوا لفوق معاه، فهم هم عايزينه ينزلوا. عارف لو ما فكروش فيه، ايوه، ممكن يلحقوه شويه. لا ما عندهمش القدرات دي، اسالني انا. لا ما عندهمش القدرات دي، انا عارف. ولكن خلي بالك، انت فكرك طول الوقت قاعد بتفكر ازاي توقع في النادي الاهلي، ازاي تتكلم على النادي الاهلي. مش كاس العالم للأندية دي مش أسهل بطولة بتتلعب في الدنيا؟ دي سهلة، بطولة سهلة جدا. ده ما فيهاش أندية. ده إيه ده؟ دي بطولة ما ودية. ومين اللي بيوصل لها أصلا؟ لا ما هو أول لا حاجة. أنت بتلعب بطل أمريكا الجنوبية وبتلعب بطل آسيا. لا. وبتلعب سهلة. بطل أوروبا. بطولة سهلة. بطولة سهلة جدا. هو في الأكبر؟ إيه الأكبر؟ كأس الاتحاد، كأس الرابطة. بص أنا عايز أقول لك حاجة. انت لما بتيجي تغير التاريخ، او لما تيجي انت عارف الحته، كابتن عادل تعالى سريعا نشوف فرحه جماهير الاهلي وتكريمهم لكابتن وليد سليمان. نروح يلا بينا.